أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مراكز وأبحاث. النهاردة موجودين في معهد بحوث وقاية النبات في أحد المعامل التابعة ليه. هنتكلم النهاردة عن التغيرات المناخية، وكمان هنتكلم عن المكافحة الخضراء سواء باستخدام المستخلصات النباتية أو كمان باستخدام المفترسات. أيضا هنتكلم في الجزء الثاني من هذه الحلقة عن الزراعات المائية وأهمية زراعة الأسطح، فتابعونا من هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، برحب بكم، شرفني في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور أيمن الشهاوي، الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات. أهلا بك يا دكتور. أهلا بسعادتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ أحمد، وسعيد أن أنا معاكم النهاردة في مصر الزراعية. وإن شاء الله دايما كده مصر الزراعية بتقدم كل ما يفيد إخواننا المزارعين. بنرحب بحضرتك. في البداية لو احنا عايزين نعرف السادة المشاهدين المقصود بالمكافحة الخضراء. في الحقيقة يعني سؤال جميل جدا. المكافحة الخضراء للأفات ده مفهوم، يعتبر مفهوم جديد من خلال الأثار السلبية للتغيرات المناخية. بدأت تظهر حاجة اسمها المكافحة الخضراء للأفات. المكافحة الخضراء للأفات هي استخدام كل الموارد الطبيعية ما عدا المبيدات، سواء كانت مستخلصات نباتية أو كانت فطريات أو كانت أعداء حيوية، للتخلص أو للحد من الأفات اللي بتصيب المحاصيل عندي لإنتاج أعلى محصول. وخصوصا زي حضرتك ما أنت عارف والسادة المشاهدين عارفين أن التغيرات المناخية عاملة لي مشاكل جامدة جدا، وخصوصا هتبقى في الفترة اللي جاية، وخصوصا على التنوع البيولوجي. طيب في البداية كده أنت حضرتك ذكرت موضوع اللي احنا ما نستعملش المبيدات، ايه خطورة استخدام هذه المبيدات يا دكتور أيمن؟ في الحقيقة طبعا زي اخواننا المزارعين عارفين المبيدات لها مخاطر كتيرة جدا، سواء كانت صحية او بيئية، وفي ظل التغيرات المناخية هتبقى اثارها برضو اكتر بكتير، وهزود الاحتباس الحراري. لان حضرتك لما هتستخدم مبيدات بدون يعني استهلاك بيكون جامد جدا، بدون وعي، مش عايزين نقول بدون وعي، ولكن يعني استخدام يعني كتير للمبيدات دي هتعمل لي مشاكل في التغيرات المناخيه. وخصوصا هذه المركبات بتتحلل لي في الاخر، تتحول لمركبات تانية اللي هي زي المركبات الدفيئه اللي هي سواء ثاني اكسيد الكربون او الميثان او خلافه. وده طبعا زي حضرتك ما انت عارف ان هذه الغازات بتزود الاحتباس الحراري، لان هي بتبقى موجوده في الغلاف الجوي، فبتمتص الاشعه تحت الحمراء، فبتزود درجه حراره التربه بصفه عامه او الجو بصفه عامه، وبالتالي بتعمل لي مشاكل او زياده درجات الحراره بصفه عامه في الغلاف الجوي. طيب بالرجوع لموضوع المكافحه الخضراء، احنا لو دلوقتي لو بنتكلم عن المكافحه الخضراء، ايه الاليات المخصوصه بيها؟ الحقيقه احنا عندنا هنا المعمل بتاعنا تابع طبعا زي حضرتك ما انت عارف معهد بحوث وقايه النباتات، قسم بحوث الحشرات الثقيله المصطه. المعهد بيبقى حريص جدا على مكافحه الافات بصفه عامه، سواء كان مبيدات او خلافه، ولكن عندنا هنا بصراحه اهتمينا اكتر بالمكافحه الخضراء، بنعمل هنا الحقيقه بنعمل بروتوكولات جديده لمكافحه الافات، سواء كانت حشرات ثقيبه مصه، احنا مهتمين اكتر بالحشرات الثقيبه المصه زي المن والزبوب البيضاء وخلافه، وبدانا نعمل بروتوكولات واهتمينا اكتر بجزء هام جدا اللي هو جزء الزراعه المائيه او الزراعه بدون تربه، وخصوصا ان هذا الجزء مهمل على مستوى الجمهوريه، وحصل توسعات كتيره جدا على مستوى العالم في الزراعه المائيه او الزراعه بدون تربه، ولكن بتبقى بطريقه عشوائيه. فاحنا بدانا نعمل بروتوكولات لمكافحه الافات اللي هي بتصيب الزراعات الغير تقليديه في الوقت اللي احنا فيه محتاجين هذا النوع من الزراعات ونكتر منها، علشان هذا النوع من الزراعات ممكن ازرعها في اي مكان، يعني على اسطح او خلافه، عشان نوفر برضو مساحه ارض للمحاصيل الحقليه اللي احنا عارفينها زي القمح والفول وخلافه. طيب احنا عايزين نرجع لموضوع المستخلصات النباتيه، ايه المقصود بالمستخلصات النباتيه، وايه اهم النباتات اللي انا باخد منها مثل هذه المستخلصات؟ الحقيقه طبعا احنا لنا زملاء كتير جدا في المعهد وفي كليات الزراعه وفي كليات علوم، يعني شغالين في هذا المجال، ولكن احنا اهتمينا هنا اكتر بمركبات معينه، وبدانا يعني في مركبات الحمد لله رب العالمين تحت التسجيل،
وبتعمل يعني عايزين نعمل مش هقول كومبليت اريديكيشن، ولكن هي فعلا بتعمل فعلا اريديكيشن للآفة بصفة عامة، بمعنى يعني بتقلل التعداد بتاع الآفة بصفة عامة وخصوصا الزوايا البيضاء. عندنا مركبات تحت التسجيل ان شاء الله هتبقى في الفترة اللي جاية. هذه المركبات بتبقى آمنة جدا، عندنا أجهزة جايبينها مخصوص عشان هذا العمل، عندنا في طلبة مسجلين معنا سواء ماجستير أو دكتوراه، في برضو ناس من كليات صيدلة كليات علوم شغالين معنا، وفي يعني شبه بروتوكولات بينا، وفي زي ما تقول يعني تيم وورك أو فريق عمل شغالين في هذا المجال. وإن شاء الله الفترة الجاية هتطلع مركبات كويسة جدا وآمنة، والمزارع هيبدأ ان هو يشتغل وخصوصا يعني هيبدأ يعمل لها ابلكيشن او يطبقها على المحاصيل، سواء كانت محاصيل تقليدية او يطبقها في الزراعات المائية. طيب الجزئية المتعلقة بالآفات، ايه اهم الآفات اللي احنا اشتغلنا عليها فيما يتعلق بالمكافحة الخضراء؟ حاليا احنا بدأنا بحشرة المن وشغالين على الذبابة البيضاء، سواء كان في الطماطم زي حضرتك ما انت شايف هنا في بروتايب للزراعه المائيه هنا على الطماطم، برضو اشتغلنا على برضو نوع من انواع الليبيدوبترا، لقيناها بالصدفه طبعا على الكرنب زي حضرتك ما انت عارف دودة الكرنب او دودة الملفوف بيسموها في الدول العربيه، دودة الملفوف بالظبط. ايوه ودي الحقيقه عامله مشاكل جامده جدا في الكرنب، وهذه يعني المركبات بتاعتنا الحمد لله رب العالمين جابت نتائج كويسه فيها. احنا مش بس بنشتغل مستخلصات نباتيه، احنا كمان بنشتغل مفترسات زي اسد المن وابو العيد، عملنا اطلاقات وبادئين وبنعمل بروتوكولات وشغالين الحمد لله رب العالمين. دكتور ايمن، يعني يمكن احنا كنا قبل اللقاء كنا بنتكلم على موضوع المكافحه الخضراء وان هي ما كانتش مجرد المستخلصات ولكن جزئيه متعلقه بالمفترسات. طيب لو هنتكلم بقى على جزئيه المفترسات، اهم هذه المفترسات وازاي التطبيق نفسه او الابلكيشن نفسه على سواء في المجال البحثي او لو انا مزارع عايز ان انا يبقى في عندي زراعه نظيفه، عايز اطلع منتج يبقى زي ما بيقولوا اورجانيك او عضوي بدون اي مبيدات. الحقيقه ده سؤال جميل جدا. احنا عندنا الحمد لله رب العالمين شغالين دلوقتي بالربي اسد المن وابو العيد، والاطلاق بتاعها سهل جدا. دي يعني انواع الخنافس طبعا، دي انواع ابو العيد نوع من انواع الخنافس، وعندنا برضو نوع تاني زي ابو العيد بيتبع اوردر تاني. الحقيقه النوعين دول جايبين نتائج كويسه جدا واطلاقهم طبعا معروف. يعني طريقه يعني احنا برضو المعمل بتاعنا مهتم بجزء مهم جدا اللي هو جزء مش بس تطبيقي، لا جزء كمان تدريبي، ان احنا هندرب الناس اللي سواء كان مهندسين زراعيين او خريجين كليات علوم او مزارعين ازاي ان هو يتعامل مع المستخلصات النباتيه، وازاي يعمل زي حضرتك ما انت عارف يعمل ازاي ينسق ما بين العمل ما بين المستخلصات النباتيه والمفترسات، امتى هنرش او نعمل تطبيق للمستخلصات وامتى هنبدا نطبق المفترسات او نعمل اطلاق للمفترسات. بروتوكولات معينه الناس هتتدرب عليها وبتجيب نتائج كويسه جدا، واحنا زي حضرتك ما انت شايف هنا احنا يمكن زارعين طماطم زي حضرتك ما انت شايف وعندنا كرنب وفي انتاج بدا يطلع، ده جزء كده كان بروتايب وده بصراحه من الاهداف بتاعه المعمل بتاعنا. طيب لو هنتكلم على وقت المكافحه، انا امتى ابدا المكافحه الخضراء بتاعتي بالنسبه للزراعه؟ ده سؤال فعلا طبعا جميل جدا. هبدا المكافحه بتاعتي بمجرد ظهور الافه، مجرد ظهور الافه ببدا، لو التعداد بتاعها بسيط انا ممكن ابدا اشتغل بالمفترسات، لو التعداد بتاعها عالي هبدا اشتغل بالمستخلصات اللي هي الحاجات الريكومندد اللي احنا موصيين بيها من خلال بروتوكولات اللي عاملينها عندنا في المعمل. بنبدا لو التعداد بتاع الافه عالي بنبدا نقلل التعداد عشان برضو المفترس يبدا او يعرف يسيطر على التنوع الموجود من الافه بتاعتي عشان يتوح له الفرصه ان هو يشتغل ويجيب نتائج كويسه. يعني احنا عايزين نقول في الاخر في هذا الاطار ان يعني انا مهمتنا ان احنا ناكل اخواننا سواء كان مصريين او غيرهم او المزارعين نفسهم ان تبدا تاكل زراعه نظيفه بدون مبيدات وتقدر ان انت تنتجها عندك في البيت.
بدون اي تكلفه اضافيه، لان هذا النوع من انواع الزراعات بيقلل استهلاك المياه بنسبه 95%. مش بس مياه 95%، ده كمان بيقلل استخدام، بيقلل الكميه المهدوره من الاسمده اللي هي بتبقى موجوده في الزراعه التقليديه. عايزين يا دكتور ايمن يعني نوجه كده نصيحه بالنسبه لاخواننا المزارعين فيما يتعلق باهميه المكافحه المبكره. ازاي ان انا دلوقتي ابدا اكافح بشكل مبكر، ما استناش لغايه ما الاصابه تزيد عندي في الحقل. هو فعلا زي حكمة بتقول المكافحه المبكره، او ان انا اكون عارف ان في افه عندي، او الفحص اللي هو الدوري ده بيسهل لي حاجات كتيره جدا. سيادتك لازم تبقى موجود في الحقل وتشوف الزرع بتاعك. بمجرد ما تلاقي اصابات، احنا مش هنقول بقى ترش مبيدات، احنا عايزين نخلع خالص، او نخلع هذه، نخلع من عبايه المبيدات، ونبدا نشتغل في بالمستخلصات النباتيه والمفترسات، لان ده كل ما كان الاصابه اكتشفتها مبكرا زي بيقولوا الوقايه خير من العلاج، تبدا بسرعه تبدا تسيطر على الحقل بتاعك. طبعا زي ما دكتور يعني ايمن بيقول الوقايه خير من العلاج. هنكمل معاكم هذه الحلقه، ولكن اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين ومكملين معاكم بعد هذا الفاصل، مشرفني في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور أيمن الشهاوي، الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحياك أستاذ أحمد للمرة الثانية. طيب استكمالا للي احنا كنا بنقوله في قبل الفاصل، كنا بنتكلم على موضوع الزراعات المائية وزراعة الأسطح. طبعا يعني في ظل التغيرات المناخية والدعاية لما يتعلق بزراعة الأسطح، بقى فيه زي ما تقول كده إيه الموضوع غير مدروس، او بقى فيه شويه عشوائيه. لو عايزين نتكلم عن اهميه زراعه الاسطح، ممكن نقول ايه للساده المشاهدين؟ الحقيقه ده طبعا ده نوع من انواع الزراعات الغير تقليديه اللي بدا ينتشر في العالم كله، وخصوصا بعد التغيرات المناخيه والاثار السلبيه بتاعتها. زي حضرتك ما انت عارف تريليونات الاشجار الفتره اللي فاتت اتقطعت، ولسه الفتره اللي جايه برضو ما زلنا في هذا السيناريو من فقد الغابات وخلافه. وبالتالي هذا النوع من فقد الاشجار ده بيزود الاحتباس الحراري، لان حضرتك ما انت عارف، زي حضرتك ما انت عارف والمشاهدين عارفين، ان الاشجار والتنوع الخضري ده بيخلصنا من ثاني اكسيد الكربون، لان طبعا زي حضراتكم انتوا عارفين ان النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون والميه اللي موجوده في التربه، وبيكون لي الكربوهيدرات او المواد اللي هي النشويه، او بيكون الكربوهيدرات زي حضرتك ما انت عارف، سواء سيلولوز او غيره، ده بيكون النبات نفسه، او بيكون المحتوى الكربوهيدراتي او المخزن الكربوهيدراتي الموجود في الجذور زي البوتيتو وخلافه. وبناء عليه احنا الفتره دي فعلا محتاجين هذا النوع من الزراعات الغير تقليديه، مش بس عشان يحمينا او يقلل الاحتباس الحراري، ده كمان بيزود الدخل بتاعنا. يعني على سبيل المثال المتر المربع من السطح بتاعي لو انا استغليته صح ممكن يديني ما يقرب من 5 6 متر او 10 متر في التربه العاديه. ويمكن احنا شفنا مثال الاستاذ احمد من شويه وعدينا النباتات في المتر المربع. في المتر المربع زي مثلا على سبيل المثال في الطماطم هنبص ليه بياخد 4 نباتات. طب لو على زراعه الاسطح في الاي شيب مثلا على سبيل المثال الشكل والهرمي، هنبص ليه بياخد حوالي 24 نبات. لما هو ده بيزود الدخل بتاعي، فبالتالي بيقلل معايا الفقد في المية هذا النوع من الزراعات، وبيقلل كمان استخدام، يعني ما بستخدمش مبيدات بقى، أقدر أن أنا فعلا أستخدم المكافحة الخضراء في هذا العمل. وخصوصا الزراعات المائية بتبقى موجودة على السطح بتاعنا، بتبقى موجودة جنب الحيوانات الأليفة وخلافه، فبالتالي أنا مش محتاج أن أنا أستخدم مبيدات خالص. فأنا بصراحة دي نصيحة للناس كلها، و طبعا هذه النماذج، في نماذج كتيره جدا موجوده ومشرفه في هذا الاطار، شغالين بالمكافحه الخضراء وعندهم دخل جامد جدا وكويس جدا، مش محتاجين مساحه ارض كبيره، لا محتاجين سطح عنده او مكان مهمل او خلاف. طب يا دكتور بالنسبه للزراعات المائيه، هل في منها انواع معينه؟ احنا الزراعات المائيه الحقيقه زي حضراتكم وما انتم عارفين، في عندي الزراعه المائيه معناها ان زراعه بدون تربه، ان انا ما بستخدمش تربه فيها. ولكن ما دام ما بستخدمش تربه يبقى انا هنا بستخدم، عندي ثلاث انواع من الزراعات المائيه. بيقولوا مائيه ليه؟ لان هي المحتوى بتاعي بيبقى ميه، ما فيش عندي استخدام تربه خالص. فبالتالي عندي ثلاث انواع من الزراعات اللي هي بدون تربه، سواء عندي نظام الهيدروبونيك
وعندي نظام اللي هو الاكوابونيك، اللي هو انا عندي مثلا على سبيل المثال عندي زرع اي شيب او مواسير او خلافه، بس بتصب الحوض بتاعي بيبقى فيه سمك. يعني انا بطلع بنوعين من الزراعات، زراعه سمك، مزرعه سمكيه صغيره بيبقى فيها انتاج كويس، وفي نفس الوقت عندي محصول بيطلع محصول خضري. يعني الزراعات المائيه يا جماعه بتطلع اكتر او بتبقى احسن في الزراعات الورقيه، الخضروات، سواء كان ممكن ازرع طماطم، ممكن ازرع كرنب، ممكن ازرع جرجير، ممكن ازرع اللي هي الحاجات اللي بقدونس، الحاجات اللي هي اللي انا ممكن استخدمها بانتظام. يعني ممكن استخدمها عندي في البيت، يعني انا مثلا حاجات زي اللي هي الحاجات الورقيات، الجرجير، الكرنب، الكرات، الملوخيه، الحاجات دي كلها ممكن انا ازرعها عندي في البيت وتبقى موجوده برضو يعني بشكل صحي، وهي حاجه يعني زي ما حضرتك قلت حاجه عضويه بدون اي مبيدات. هو فعلا يعني يهمنا جدا ان حضرتك هتاكل خضار بدون متبقيات، وده مهم جدا، بدون مبيدات، ودي يعني بتساعد على صحتك، يعني بتحسن من صحتك انت، وخصوصا انت الكلوروفيل اللي هو الماده الخضراء الموجوده في النبات، معمول لبعض، يعني معمول منه برطمانات دلوقتي واقراص لبعض الامراض، طبعا بجرعات معينه وخلافه. طيب انا دلوقتي بالنسبه لموضوع الزراعه في المنزل، انا دلوقتي طبعا ايه، احنا بننزل نجيب من السوق، بنشتري الخضروات والكلام ده، بيبقى احجامها كبيره، بيبقى مثلا الجرجير حجمه اكبر، الطماطم حجمها كبير. انا ما باجي بزرع في البيت دايما المستخدم نفسه او الزارع نفسه او الكلام ده كله بيلاقي ان حجم النباتات بيبقى اصغر بكتير. ليه الكلام ده بيحصل ونحله ازاي؟ هو الحقيقه طبعا هو كلام حضرتك مظبوط لو انا التسميد بتاعي مش مظبوط، لكن انا ببقى مسيطر، عندي حوض ميه، والحوض ده بيضخ في مواسير بمضخه، هذا الحوض بيبقى فيه الاستماد عندي. انا بحتاج حاجتين، بحتاج جهاز صغير كده عشان اشوف الاملاح الملوحه بتاعتي، وجهاز صغير اشوف البي اتش. ما دام البي اتش مظبوطه قريبه من 7، فبالتالي النباتات بتبقى هيلثي جدا ومفيش مشاكل. برضو بالنسبه لي الاسمده بتاعتي كلها اسمده بتبقى دايبه في الميه، لو الاسمده بتاعتي مظبوطه بتركيزات مظبوطه انا مش هقابلني المشكله دي خالص. بالعكس، يعني حضرتك شايف عندنا طماطم هنا حجمها الى حد ما معقول، ده بالنسبه لي، ما حضرتك مش هتاخد كل حاجه، مش هيبقى عندك نباتات برضو خاليه من المبيدات، وفي نفس الوقت حجمها كبير الى حد ما، ولكن يعني انا مش عايز اقول هي هتبقى حجمها صغير، بالعكس هتبقى حجمها مناسب جدا، وده المطلوب. يعني احنا مش، يعني حضرتك في بيتك مش هتحتاج اكتر من كده. دي فرصه عمل جامده جدا للشباب، انصح بيها ان الناس تبدا تطور من نفسها وتشتغل على نفسها في الفتره اللي احنا فيها، هتساعد نفسك، هيخش لك دخل كويس، سواء كانت اكوابونيك اللي هي الزراعه اللي فيها سمك، السمك هنا المزارع اللي فيها نظام الهيدروبونيك. في انواع معينه من الاسماك دي بستعملها يا دكتور ايمن؟ هو اكتر حاجه اللي ما بيعملش مشاكل خالص وبيعيش ويبقى كويس اللي هو سمك البلط، ابسط حاجه، يعني مش يعني بيتحمل لحد ما الظروف. يعني حضرتك بالنسبه للهيدروبونيك انا ما بستخدمش اسمده خالص، انا بعتمد على الفيزز او المستخرجات بتاعه اللي هو الاخراج بتاع السمك، بتبدا السايكل ياخد المضخه بتاعتي، تاخد الاسماك، تاخد الميه بما تحتوي من مستخلص او مستخرج من الفيسز بتاعت السمك نفسه، وتطلع دوره تغذي النباتات وترجع تاني وهكذا. ليه مخلفات التربيه بتاعتها؟ مخلفات الاسماك. وهكذا، فانا مش محتاج اسمده خالص. النظام الهيدروبونيك لا، انا بحط فيه اسمده. في نوع ثالث من انواع الزراعات المائيه اللي هي الزراعه الهوائيه بسموها ايروبونيك، وده سيستم برده كويس و بيجيب نتائج كويسه، بس اكتر حاجه شغاله على الاسطح اللي هم النوعين دول، سواء كانت الاكوابونيك او الهيدروبونيك. طيب بالنسبه لجزئيه التسميد، هل ربة المنزل او الشخص اللي هو بيزرع في البيت ممكن استعمل المخلفات النباتيه اللي عندي مثلا من المطبخ في عمليه التسميد دي؟ هي قصه فعلا ممكن استخدمها، بس بطرق معينه، في دورات تدريبيه معموله في كذا مكان ليها، وان شاء الله هنعمل هنا دورات تدريبيه على هذا العمل، مش بس عشان تزرع، لا، عشان تقل المحصول بتاعك او الخضروات بتاعتك او الزراعات المائيه بتاعتك من الافات، لانها بتبقى معرضه للاصابه بالافات اللي هي بتبقى موجوده، خصوصا في المنازل وكده. يعني مش معنى ان هي موجوده في المنزل ما فيش افات، بالعكس بتصاب جامد جدا، ولكن احنا هنعرف حضرتك ازاي تقي المحصول بتاعك من الافات وتحصل عليه، لان انت ممكن تسمد وممكن تبقى عندك محصول زرعته بس للاسف ما تاخدش برودكت، يعني ما تاخدش انتاج كويس. طب تاخد انتاج كويس ازاي؟ لما بقى تكمل البروتوكول بتاع حضرتك
وتبدا تشتغل بالمكافحه الخضراء للافات اللي هو البروتوكولات اللي احنا شغالين عليها. طيب دكتور ايمن، يعني لو هنتكلم عن ازاي ان احنا ننشر الوعي باهميه الزراعه فوق الاسطح، وكمان ان يبقى عندي مش مجرد انا بزرع وخلاص، يبقى عندي المعرفه فيما يتعلق بموضوع بقى التسميد زي ما حضرتك ذكرت، موضوع المكافحه، انا اعمل ايه او دوري علشان انشر هذا الوعي؟ الحقيقه في ظل طبعا في ظل التغيرات المناخيه وفي ظل المبادرات بتاعه السيد الرئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي برضه ظل المبادرات اللي هي بتقوم بها الوزارات المختلفه سواء كان وزاره الزراعه سياده وزير الزراعه او كان برضه مدير معهد عندنا، الحقيقه نحن مهتمين جدا بهذا المجال، وطبعا احنا مشاركين في كل المبادرات دي من خلال الدورات التدريبيه، من خلال التعريف بهذا النوع من انواع الزراعات، مهتمين جدا بتدريب وتعليم الباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين، واحنا موجودين لو لاي استشارات احنا تحت امر الناس، واحنا يعني في خدمه مصر كلها في هذا النطاق من العمل. الاستاذ الدكتور ايمن الشهاوي، الاستاذ بمعهد بحوث وقايه النبات، مزيد من النجاح ومزيد من التوفيق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا حقيقة يا فندم، وانا سعيد بلقائي مع حضرتك استاذ احمد، وسعيد جدا بان انا دايما اكون مع اخواتنا المزارعين. بتمنى لك كل التوفيق. واعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه، نرجو ان انتم تكونوا استفدتوا فيما يتعلق بالمكافحه الخضراء وايضا فيما يتعلق بكيفيه زراعه الاسطح. على وعد باللقاء، بشكركم وبشكر كل فريق العمل.